عايزين نطمن بشكل اكبر على الفرقه ونشوف ايه الاخبار وكواليس ما قبل انطلاق مباراه اليوم ما بين الاهلي وانبي. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد رئيس القناه الاهلي عشان نطمن من خلاله على كل الامور اللي تتعلق بالنادي الاهلي في مقر اقامته قبل التحرك للملعب النهارده. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا وطمن كل جمهور النادي الاهلي على الاستعدادات النهائيه للفريق قبل انطلاق مباراه اليوم امام انبي، خصوصا في ظل المنافسه القويه جدا على بطوله الدوري، وكل جماهير الكره المصريه زي ما انت عارف كله بيترقب من هو الفائز ببطوله الدوري هذا الموسم. ان شاء الله يكون الدوري من نصيب النادي الاهلي، لكن عايزين نطمن بشكل اكبر من خلالك يا كريم. يعني نقدر نقول امير طبعا في البدايه بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا النهارده، الجهاز الفني تركيزه النهارده يكون كبير، الدوافع الكبيره اللي بنتاكد عليها في كل مره، محاضرات اللعيبه الكبار، كل الامور دي الحقيقه امير يعني كان قابلنا سوء توفيق في المباراه الاخيره، بدايه كانت باصابه محمد شريف، مسلسل اهدار فرص عديده جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، كان باين الباد لك جدا لكل اللعيبه وكان باين للجهاز الفني التغييرات ما كانش مثمره بشكل كبير بالنسبه لبيتسو موسيماني، فنقدر نقول خلاص يعني مباراه وانتهت. وكنت باكد على نقطه مهمه جدا كمان زميلي امير وهي يمكن هي جلسه الكابتن محمود الخطيب الاخيره اللي كانت يوم الخميس مع كل اللعيبه والجهاز الفني، نقاط عديده الحقيقه يمكن الكابتن بيبو اتكلم بيها كمشرف على القطاع، كاسطوره لكره القدم في النادي الاهلي، كرمز من رموز النادي الاهلي، كل الامور دي كاب كمان للعيبه، لان المرحله مهمه ومرحله صعبه، خلاص مفيش امل ان احنا لازم نكسب الخمس مباريات، التوفيق وعدم التوفيق طبعا بتاع ربنا، لكن الاجتهاد الكبير اللي بنشوفه والاصرار الكبير اللي بنشوفه مع لعيبه النادي الاهلي، الكل اكيد مفيش لعيب مش عايز يادي كويس يا امير، ومفيش لعيب مش عايز يحرز اهداف، لكن لما بيغيب سوء التوفيق بنرجع لجمهورنا وبنقول لجمهورنا لازم تبقى مدعم ولازم طبعًا تبقى بتساند طبعًا. لازم في التوقيت المهم جدا للمرحله دي جمهور النادي الاهلي يكون على قلب رجل واحد كعادته. طبعا احنا ما بنقولش طبعا ان جمهور النادي الاهلي في الحلوه والمره ما عدا مش كلام بس، لا ده شعار وشعار مرحله وشعار ممتد لكل يمكن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره، الامر ده مهم جدا لان المرحله دي اللعيبه اما بتحس ان الجمهور في ظهرها مسانده ودعم مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات اللعيبه تموت نفسها في الملعب، ويبقى التوفيق ان شاء الله لربنا سبحانه وتعالى اللي بنامل النهارده ان شاء الله باذن الله زميلي امير تكون انطلاقه من جديد. نادي الاهلي النهارده مباراه غايه في الاهميه، كابتن حلمي طولان عنده يمكن عدد من الاوراق مميزه جدا، طريقه اللعب بالنسبه طبعا للنادي الاهلي انت عارف غلق المساحات، اي فريق بيقابل النادي الاهلي بنشوف غلق مساحات كبير جدا بتحتاج مجهود اكبر من اللعيبه من الجهاز الفني، فان شاء الله النهارده باذن الله الكل يكون في المود، الكل يكون مركز، موسيماني ايضا كمان مع النقص العددي اللي عند فريق النادي الاهلي في غياب محمد شريف، غياب وليد سليمان، غياب بدر بنون، غياب مروان محسن، كل اللعيبه دي ناصر ماهر، احمد رمضان بيكم، عدد كبير من اللعيبه، لكن ان شاء الله التوليفه المتواجده مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه نقدر نختار منها مع المهام اللي بيتسو موسيماني بياكد عليها النهارده. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها امير خلاص نقدر نقول المحاضره النهائيه للجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني هتكون في فندق الاقامه، المحاضره طبعا اكيد بيكون فيها التشكيل، النقاط الاخيره، الثغرات، نقاط القوه الضعف، كل الامور الحقيقه اللي بيحاول يتكلم فيها بيتسو موسيماني مع لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله تكون المباراه مباراه اليوم مثمره لفريق النادي الأهلي. الاهلي اداء ونتيجه، وبنامل ان شاء الله يكون التوفيق معانا في هذه المباراه. يمكن انت عارف طبعا زميلي امير طاقم التحكيم النهارده يعني الكابتن محمود عاشور، هي بس نقطه طبعا هتكلم معاك فيها، يعني يمكن الكابتن محمود عاشور مباراتين في 29 مباراه بيحكمها للنادي الاهلي، يعني الامر ده طبعا من الحكام المميزين جدا طبعا كابتن محمود عاشور، لكن يعني برضو يعني بتثير التساؤلات طبعا، يعني كابتن محمود عاشور واحد من الحكام المميزين جدا لكن يحكم مباراتين على مدار الموسم منهم مباراه انبي المباراه الاولى ومباراه المقصه، يعني بنتمنى بس يكون في عداله بشكل عام للتحكيم. احنا عندنا تعليق وتساؤل مهم جدا بعد ما اخلص معاك يا كريم بخصوص الكابتن محمود عاشور وتعيينه للمباراه النهارده، بس هخلص معاك وهنتكلم فيها طبعا بوضوح كبير جدا مع جمهور الاهلي، اتفضل. بالتاكيد طبعا يا امير طبعا اكيد انت هتتكلم في هذا الامر، بنعمل كمان يعني الطاقم الكامل سواء كابتن محمود البنا، حكم الفار، كابتن محمود عاشور، احمد صلاح مساعد، احمد لطفي، سامح حسين، كل النهارده طاقم التحكيم يدي حق النادي الاهلي، يعني كمان الفار مهم جدا لان احنا بنشوف غلطات الحقيقه ويمكن اخطاء كثيره جدا بناخد وقت كبير جدا بتهدي اللعب، الامور دي يعني بنتمنى ان شاء الله النهارده ما يبقاش فيها اي امور تعوق مسيره النادي الاهلي في هذه المباراه، تركيزنا كبير، اللعيبه مركزه، اللعيبه عندها حزن كبير جدا، وده اللي انا حابب ان انا اتكلم عليه في المباراه الاخيره، كل اللعيبه يمكن حاسه بالمسؤوليه وحاسه ان المباراه الاخيره مباراه الاسماعيلي كان ليها تاثير كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي، عند مجلس الاداره، عند اللاعبين، لكن خلاص الصفحه اتقفلت نهائي،
مباراه اليوم طبعا. مباراه مهمه جدا، ثلاث نقاط في ثلاث نقاط في ثلاث نقاط، خمس مباريات القادمين ان شاء الله باذن الله يكونوا من نصيب النادي الاهلي، ودعوات كل جمهور النادي الاهلي والمسانده يا امير، المسانده مهمه جدا والدعم مهم جدا، يعني جمهور النادي الاهلي طول ما هو في ظهر لعيبه النادي الاهلي نقدر نشوف الانجازات ونقدر نستعيد سلسله الانتصارات من جديد، وان شاء الله يكون انطلاقا النهارده لفريق النادي الاهلي باذن الله. طب كريم، عايز اسالك بخصوص خط هجوم الفريق، واحنا عندنا محمد شريف عنده اصابه في العضله الخلفيه، فبالتالي مين الاقرب ان هو يقود هجوم النادي الاهلي النهارده، والتر بواليا ولا صلاح محسن، بما انهم هما الاثنين المهاجمين بس الموجودين في القائمه؟ يعني هقدر اتكلم معاك في البدايه على والتر بواليا. الحقيقه يمكن بيتسو موسيماني خلال ال 48 ساعه الماضيه جلسات مستمره، الراجل بيحاول يحفزه بشكل كبير، بيحضره ذهنيا، بيحضره نفسيا كمان ليها دي المباراه. صلاح محسن ممكن تكون ورقه رابحه بالنسبه للمباراه. كهربا كمان النهارده بنعمل ان شاء الله باذن الله سواء وجوده في التشكيله الاساسيه او على دكه البدلاء يكون جاهز بنسبه 100%. الحقيقه يمكن هو شارك بشكل طيب جدا مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الاخيره، لكن من الاتجاه العام ومن اللي احنا شايفينه من خلال التدريبات والتر بواليا ممكن يبقى ليه دور كبير النهارده في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي، ويا رب بس يكون معاه التوفيق. يعني يمكن بيجتهد بشكل كبير بيوصل، لكن التوفيق بس غايب عنه، لكن بنامل ان شاء الله مع الغيابات العديده لفريق النادي الاهلي والباد لك الحقيقه وسوء التوفيق الكبير اللي بيقابل محمد شريف في ظل تالقه الحقيقه 19 هدف 26 هدف في 46 مباراه، الحقيقه يمكن قبله سوء توفيق كبير، لكن بنامل ان شريف يعود من جديد والمتواجد بواليا يمكن صلاح محسن جونيور اجاي كل المتواجد لابد يكون مركز طبعا. بشكل كبير جدا ويقوم بالدور اللي بنشوفه الحقيقه مع محمد شريف خلال الفتره الماضيه، ويا رب ان شاء الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي في هذه المباراه. طيب سؤال اخير يا كريم قبل ما اختم معاك بخصوص اثنين من لعيبه النادي الاهلي، اول حاجه كهربا بما انه موجود في القائمه، هل كهربا اصبح جاهز بنسبه 100% ان هو مثلا يبتدي اساسي طبقا لرؤيه مستر بيتسو موسيماني ولا لا؟ ثاني حاجه عايز اطمن على بدر بنون بعد ما خلاص المسحه طلعت سلبيه، فمحتاج وقت قد ايه عشان يخش مع الفريق خلال المباريات المقبله باذن الله؟ يعني كهربا نقدر نقول طبيا الراجل سليم، يعني خلاص طمنا من الجهاز الطبي للدكتور احمد ابو عبد على جاهزيه كهربا، شارك الحقيقه في التدريب الامس بكل قوه، متواجد في القائمه، الدفع من عدو طبعا هي رؤيه فنيه، لكن الجاهزيه البدنيه بالنسبه لمحمود كهربا ان شاء الله يكون في قمه تالقه النهارده لو خد في المباراه او على دكه البدلاء. بدر بنون الحقيقه طبعا اللي بنقول له الحمد لله على السلامه، سلبيه المسحه، غياب ثلاث مباريات النهارده، كمان بيغيب عن المباراه الثالثه، لكن انت عارف امير طبعا ما تدربش خلال الايام الماضيه طبعا. بدر بنون اي تدريب جماعي او تدريب فردي بالنسبه له، فيمكن كان تدريبه الامس تدريب فردي مع الجهاز طبعا الطبي للنادي الاهلي، على ان يكون متواجد ان شاء الله غدا في التدريب الجماعي لفريق النادي الاهلي، وننتظره ان شاء الله في المباراه القادمه مع وليد سليمان. برضه انا عايز اكد على وليد طبعا. سليمان اللي ان شاء الله يشارك في التدريبات الجماعيه عقب انتهاء هذه المباراه، الاوراق ترجع لنا من جديد، الغيابات ترجع لنا من جديد، وتبقانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي بنامل ان شاء الله يكون مع فريقنا النهارده ان شاء الله، وكل اللعيبه تكون جاهزه باذن الله زميلي ان شاء الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز المميز كريم احمد مراسل نقطة الأهلي كان معانا على الهواء مباشرة، واتكلم معانا في كل الكواليس اللي بتتعلق بالفريق النهاردة قبل انطلاق مباراة اليوم أمام إنبي، هذه المباراة الصعبة جدا جدا في إطار المنافسة على بطولة الدوري الممتاز.